السلام عليكم أحبتي الأصدقاء، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وبسعادة دائمة وأن تكونوا أفضل دائما إن شاء الله. وأنا سعيد جدا بالتواصل معكم لأنني أحقق حلمي بنشر العلم للجميع وبشكل مجاني. حان الآن وقت الاختبار للدرس الخامس من هذه الباقة، باقة العبارات الإنجليزية للمبتدئين. أتمنى أن تكونوا جاهزين لهذا الاختبار، وعدة نقاط مهمة سوف نمر عليها قبل البدء بهذا الاختبار. النقطة الأولى، أتمنى أن تكونوا قد راجعتم الدرس بشكل جيد وأن ركزتم على اللفظ الصحيح. النقطة الثانية هو أن تحضروا الكراس والقلم. النقطة الثالثة هي نصف ساعة من الوقت تحتاجون لإجراء هذا الاختبار. والنقطة الرابعة والأخيرة، مكان هادئ وتركيز على الأسئلة والإجابة بشكل صحيح. يمكنكم كتابة الأجوبة في كراسكم وأخذ صورة لهذه الأجوبة وإرسالها لي على الخاص لأصححها إن شاء الله. هذه أسرع طريقة، اكتبوها في دفتركم، تقطوا صورة لها وأرسلوها لي على الماسنجر على الخاص لأصححها. وضعوا دائما في نصب أعينكم العلامة الكاملة. هيا لنبدأ. Let's begin. Part 1. Translate from English to Arabic. Part 1. Translate from English to Arabic. الجزء الأول، ترجم من الإنجليزية إلى اللغة العربية. How can we say in Arabic؟ كيف نقول في اللغة العربية؟ What kind of shows do you like to watch? What kind of shows do you like to watch? الآن اكتب الإجابة في كراسك. أحسنت. I watch a lot of comedies. كيف نقول I watch a lot of comedies? I watch a lot of comedies. نعم، اكتب الإجابة الآن في كراسك. I watch a lot of comedies. والجملة الثالثة، how can we say I never miss an episode of Grey's Anatomy? I never miss an episode of Grey's Anatomy. كيف نقول في اللغة العربية I never miss an episode of Grey's Anatomy؟ ملاحظة، Grey's Anatomy هو اسم لمسلسل. How can we say Have you seen any good movies recently? Have you seen any good movies recently? كيف نقول Have you seen any good movies recently? نعم، اكتب الإجابة الآن عن هذه العبارة. Now, how can we say What do you think was the best movie that came out this year? كيف نقول هذه العبارة باللغة العربية؟ What do you think was the best movie that came out this year? What do you think was the best movie that came out this year? الإجابات جميعها موجودة في الدرس. إذن اكتب الإجابة عن هذه العبارة وننتقل إلى القسم الثاني. Part 2، الجزء الثاني. الآن وصلنا إلى هذا الجزء. Translate from Arabic to English. ترجم من اللغة العربية إلى الإنجليزية. Let's begin. هيا لنبدأ. كيف نقول ما الذي تفعله عادة في عطلة نهاية الأسبوع؟ ما الذي تفعله عادة في عطلة نهاية الأسبوع؟ كيف نقولها في اللغة الإنجليزية؟ نعم، اكتب الإجابة الآن في كراسك. أحسنت. والآن العبارة الثانية، كيف نقول بالإنجليزية أحاول الخروج والاستمتاع يوم السبت؟ أحاول الخروج والاستمتاع يوم السبت. كيف نقولها في اللغة الإنجليزية؟
فكر نعم واكتب الإجابة في كراسك الآن. وللتذكير الإجابات كلها موجودة في الدرس. الآن كيف نقول هل ذهبت للشاطئ هذا الصيف لحد الآن؟ هل ذهبت للشاطئ هذا الصيف لحد الآن؟ كيف نقولها في اللغة الإنجليزية؟ نعم فكر اكتب الإجابة في كراسك الآن. وكيف نقول أنا عادة أكون الأول على الشاطئ؟ أنا عادة أكون الأول على الشاطئ. كيف نقول هذه العبارة باللغة الإنجليزية؟ نعم فكر الآن اكتبها في كراسك وننتقل لما بعدها. أنت تستطيع السباحة صحيح؟ أنت تستطيع السباحة صحيح؟ كيف نقول هذه العبارة باللغة الإنجليزية؟ نعم اكتب الإجابة الآن في كراسك. Part 3 الجزء الثالث The most important words الكلمات المهمة جدا في هذا الدرس. سوف نأخذ هذه العبارات عبارات باللغة الإنجليزية يجب عليك ترجمتها إلى العربية وبالعربية يجب عليك ترجمتها بالإنجليزية. ركز على هذه الكلمات كثيرا وعلى لفظها بشكل صحيح لأنها كثيرة الاستخدام. Let's begin. هيا لنبدأ. What kind of؟ ماذا تعني؟ What kind of؟ What kind of؟ اكتب المعنى في كراسك الآن. What kind of؟ A lot of, a lot of. ماذا تعني a lot of؟ اكتب الإجابة الآن في كراسك. A lot of. An episode, an episode. ما معنى an episode؟ An episode. اكتب الإجابة الآن. Recently, recently. ما معنى كلمة recently؟ recently اكتب المعنى الآن. recently came out. came out ما معنى كلمة came out؟ وقد وردت لنا في هذا الدرس كلمة came out. ما معناها في هذه الجملة came out؟ عادة كيف نقول عادة بالإنجليزية؟ عادة أنا معتاد على هذا الشيء. عادة كيف نقولها باللغة الإنجليزية؟ اكتب الإجابة الآن. عطلة نهاية الأسبوع كيف نقول باللغة الإنجليزية عطلة نهاية الأسبوع؟ نعم اكتب الإجابة الآن. عطلة نهاية الأسبوع. استمتاع استمتاع فعل استمتاع كيف نقول هذه الكلمة باللغة الإنجليزية؟ كلمة استمتاع. نعم اكتب الإجابة الآن. السباحة كيف نقول باللغة الإنجليزية السباحة؟ نعم اكتب الإجابة الآن. معنى كلمة السباحة. الشاطئ الشاطئ كلمة الشاطئ كيف نقول كلمة الشاطئ باللغة الإنجليزية؟ نعم اكتب الإجابة الآن. relaxing relaxing ما معنى كلمة relaxing؟ relaxing ما معناها باللغة العربية؟ relaxing اكتب الإجابة الآن. surfing surfing ما معنى كلمة surfing باللغة الإنجليزية؟ باللغة العربية surfing اكتب الإجابة الآن. معنى كلمة surfing. sailing sailing ما معنى كلمة sailing باللغة العربية؟ sailing
اكتب الإجابة الآن. معنى كلمة sailing. Definitely. Definitely. ما معنى كلمة differently؟ differently. ما معنى هذه الكلمة؟ وهذه الكلمة الأخيرة في اختبار اليوم. شكرا لكم على المتابعة واستعدوا للدروس القادمة، ولا تنسوا أن تكتبوا جميع الأجوبة في كراسكم وترسلوها لي على الخاص للتصحيح. وشكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء القريب.